السلام عليكم. النهاردة هنشوف برنامج اسمه Art of Illusion أو فن الوهم. البرنامج ده بسيط جدا، عامل زي 3D Max بس على صغار خالص. لو مثلا عايز تعلم حد الأساسيات بتاعة الفكرة نفسها بدون ما تخش في ضرر كتير أوي، ممكن تبدأ بالبرنامج دوت. هو ممكن تشتغل عليه وممكن تستخدمه كتعليم للبرامج الكبيرة، تبدأ ترسم الأشكال اللي أنت عايزها. أول حاجة الحاجات بترسم في الفرونت وفي الليفت وفي الكاميرا وفي التوب في نفس الوقت. في عندك أشكال كتيرة ممكن ترسمها وممكن تحرك أي شكل. تلاحظ إن التحريك ده مثلا بيأثر في الفرونت وفي التوب بس ما أثرش في الليفت، تمام؟ لأن هنا أنت كأنك أنت واقف هنا وبتبص، فأنت الحركة دي مش هتحس أنت بيها. ممكن تحط كاميرا، ممكن تحط النارة، ممكن تغير الماتيريال، ممكن تغير أي حاجة من الخصائص اللي أنت عايزها. ممكن تيجي مثلا على أي عنصر وتديله استدارة.